أهلا وسهلا بحضراتكم. كتير من الناس بيظن خطأ أن السواء النفسي هو القدرة على التحمل، وده للأسف غير صحيح. أحيانا كتير بيكون السواء النفسي هو مدى قدرتك على الانسحاب. الانسحاب لما يكون عن قوة منك مش ضعف فيك، قدرتك على الانسحاب من شبه علاقة مع شبه أشخاص في شبه حياة، قدرتك على الانسحاب في وقت معين انت قررت فيه انك تحرم دول منك، قدرتك على الانسحاب انك تتخلى عن وعد سابق اديته بالبقاء، قدرتك على التخلي عن الوقوف جنب شخص ما قدرش وقوفك جنبه، قدرتك على التخلي عن اشخاص ما حسوش بوجودك الا لما بتختفي عنهم، قدرتك على التخلي عن اللي بيؤذيك منهم، قدرتك على اعتزال اللي بيؤذيك فيهم، قدرتك على انك تنسحب في وقت وتلملم فيما تبقى منك علشان تحرص او تكون حريص على انك ازاي تتعامل مع اللي باقي منك علشان تقدر نفسك لما استنيت ان هم يقدروك وده ما حصلش، لما اديت للاشخاص في شبه العلاقة اكتر مما يستحقون وكان المردود أقل بكتير جدا مما تستحق. ساعتها هتبقى محتاج تراجع نفسك، وإنك المفروض تصنع الخير بمن يستحق، وتساند الغير ممن يستحق، وإنك تقف جنب الشخص اللي من ده منك يستحق. كتير مننا ممكن يفكر إن هو لما يستحمل ويتحمل ويصر على إن هو يكون حمول ده من علامات السواء النفسي، أبدا. عشان كده قال سيدنا عمر: اعتزل ما يؤذيك، حدد ما يؤذيك من علاقات وتخلص منها، وحدد ما يؤذيك من أشخاص وابتعد عنهم، وارتقي بنفسك عن إنك تكون مضغوط مهموم في مبيتك، انت متضايق في استيقاظك، انت قلقان عن انك تقابل حد وانت شايل هم هيفسر كلامك ازاي، وانك تتعامل مع حد وانت شايل هم هيقول عنك ايه بعد ما تسيبه. التوتر والضغط في العلاقات بيولد توتر وضغط في النفسيات انت في غنى عنه اذا ما قررت اعتزال ما يؤذيك. اعتزل ما يؤذيك وتحرر من أزمة العلاقات، انت هتعيش في حالة أظنك هتكون أحسن منها كتير، وهيكون ده المفهوم الأصح للسواء النفسي إن شاء الله ربنا يمتعك بيه. أشوفك في حلقة جاية على خير.